خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة كده مرورية، هنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي. طبعا الناس بدأت تنزل، هنبدأ من محافظة القاهرة. الزحمة هتكون موجودة خاصة النهاردة أول يوم عمل بعد أجازة عيد الأضحى، فطبعا الكثافات بتزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية. لو بدأنا من الكورنيش هنلاقي كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة ففي هناك سيولة مرورية. كوبري أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة لغاية غمرة، أما اللي مكمل في اتجاه العباسية فهنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كمان كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر بسبب طبعا زيادة أحمال السيارات، وكذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور نصر وصولا للمنصة. ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي كمان هناك برضو بعض الكثافات بالتزامن مع نزول الموظفين. لو فضلنا ماشيين لغاية نفق الملك الصالح هنلاقي ان في هناك برضو بعض الكثافات المرورية هي نسبية في الوقت الحالي. نفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو في بعض الكثافات. بالنسبة لنفق الأزهر في انتظام في حركة المرور وسط سيولة مرورية في الاتجاهين. بتظهر بعض الكثافات المرورية أعلى دائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي. نفس الأمر المتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة. كذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. في محافظة الجيزة هنلاقي ان شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، كمان بتظهر بعض الكثافات الاخرى في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. اما بالنسبة لمحور صفت ففي هناك كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه الى جامعة القاهرة. اللي جاي بقى من دائري المنيب ومتجه لميدان لبنان او المهندسين يفضل ان هو ياخد محور الفريق كمال عامر بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. لو رحنا بقى لشارع فيصل هنلاقي هناك كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية، اما محور 26 يوليو ففي سيولة للقادم من اكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي، اما الاتجاه الاخر المتجه لاكتوبر في هناك برضو سيولة مرورية وده طبعا بعد الانتهاء من التوسعات. القادم من اكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه اجباري ناحية نفق حازم حسن منه الى محور 26 يوليو او محور رود الفرج. كمان بيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة من نزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء. بعض الكثافات برضو أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي لغاية حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. هنروح بقى لمحافظة القليوبية. القادم من الزراعي بتظهر هناك كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكن أصبحت أقل من المعتاد، وكمان بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور طبعا أي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أنه كوبري أها أو مطلع كوبري لو بصينا عليه هنلاقي عليه بعض الكثافات المرورية المتحركة بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات ولغاية ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، أما القادم من طريق شبرا بنها ومتجه لمدينة نصر ومصر الجديدة ياخد محور العصار لأنه هيختصر له وقت طويل. الطريق الدائري بشكل عام كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيها بعض الكثافات البسيطة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح بقى لبورسعيد وهنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة يعني الوقت ده ساعات الذروة المعتادة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح بقى على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طريق طرح البحر نروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت نشرتنا المرورية.